تتوصل الانطلاقات، تتوصل الابداعات، تتوصل المنافسات. مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان، انا ما كنت نحييكم ونرحب بكم وبحضراتكم مع هذه المنافسات الصباحيه التي تاتي بحضور هجني ابناء القبائل. شوطنا الخامس عشر والخاص بالابكار، اللقايه والاربع كيلو مترات هي المسافه المخصصة لسن اللقاية في صباح هذا اليوم، مباشرة مع الصدارة ومع البداية والقيادة هذه من تتقدم وتنطلق على الصدارة الحصون. حمد بن سالم بن علي العرياني يأتي على المقدمة ويقدم الحصون على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هذه الواصلة والمنطلقة الدانة سعيد بن محمد بن خيرة الاعفاري بدأ يتقدم في هذه اللحظات ويقدم شعاره مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الاسم القادم هذا الظبي محمد بن شاهين بخلفان المزروعي بدأ يتقدم في هذه اللحظات ويقدم الظبي مع المركز هنا ايضا الثالث، بينما المركز الرابع مخيفه شافي بن محمد بن شاوي بن سالم ال شافي وصل مع مخيفه مع المركز الرابع، بينما دور المركز الخامس من القادم في هذه اللحظات والمتقدم والحاضر في هذه اللحظات مع المركز الخامس هذا شنذار، هذه شنذار، نعم شنذار بنسميها. هنا ايضا احمد بن سالم بن دري الفلاحي ياتي ويقدم شنذاره مع المركز هنا ايضا الخامس في هذه اللحظات مع هذه المنافسات القويه التي تاتي من خلال وجود هذه النوعيات من الاسماء، وجود هذه الاسماء القويه التي حضرت وابدعت بالحضور، شاركت في هنا ايضا في الموسم الماضي، لها حضور مشرف ولها انجازات هنا ايضا متكرره سواء على ارضيه هذا الميدان او هنا ايضا ميادين دوله الامارات العربيه المتحده او خارجها، سواء هنا ايضا في هنا مشاهدي الاعزاء الميادين الفرعيه او مشاهدي الاعزاء ميدان الوثبه وميدان المرموم، لها مشاركات هنا ايضا، هذه هنا ايضا مشاهدي الاعزاء الابكار، ولكن هنا ايضا البدايه المقدمه والصداره مقدمه هذا الشوط. هذه الدانه، هذه الدانه من تسيطر، هذه الدانه من تهيمن، هذه الدانه من تنطلق، هذه الدانه من تتواجد على صداره هذا الشوط. يقدم محمد بخلفان او هنا مشاهدينا الاعزاء سعيد بن محمد بن خيره الاعفاري، الاعفاري حضر الاعفاري بوجود الدانه، اعلن بانطلاقها، اعلن بوجودها مع البدايه الاولى مع مقدمه هذا الشوط مع مقدمه هذا المسار، يتقدم على الصداره بينما القادمه هذه مخيفه قادمه مع المركز الثاني يقدمها في هذه اللحظات شافي بن محمد بن شافي ال شافي وصل مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه الظبي محمد بن شافي خلفان المزروعي وصل مع المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع الاسم القادم والاسم الواصل يوصلون. يا سلام شعارك يا بندري مع شنذاره، مع شنذاره بندري قادم ويقدم شعاره على ظهر شنذاره مع المركز هنا ايضا الرابع، المركز الخامس شعارك العرياني وصل، شعارك العرياني وصل، ولكن نعود مع الابداع، نعود مع الابداع مع المقدمه مع الصداره مع البدايه. الله 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 يا الصداره، يتقدم على الصدارة، هذا هو بن خيرة يتقدم على البداية، يسير على المقدمة، يا ذكر الله يا ذكر الله على الانطلاق على الإبداع على الحضور. الدانة 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 طارت على المقدمة، يا الله هذا الانطلاق ولا فلا، هذا الابداع ولا فلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الدانه 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 ابدعت اللحظات الاخيره، سعيد بن محمد بن خير العماري يتواجد مع الدانه لتنطلق وتبدع باللحظات الاخيره، تهانينا والناموس. المركز الثاني هنا مشاهد الاعزاء شنذاره احمد بن سالم بن دري الفلاحي، ثالثا الحصون حمد بن سالم بن العرياني، هذه النتيجه. الدانه 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 قد
قدمت إبداع كبير في اللحظات الأخيرة بتوقيت زمني ومقداره 6:26. هنا تهانينا وناموس لمالك الدانة سعيد بن محمد بن الخيرة العفاري.